المشكله خويا مع المخازنيه، كيقول لك اسيدي الا بغيتونا نخدموا معكم في الجامع الامام علي تعطيونا 500000 فرنك، وكي غادي منين تجيب له هاد 5000 درهم باش يخدم معاك السيرفيس اللي حق عليه هو، ومين ما رفض لهم الرئيس قبطوا الرئيس ضربوه. ما كانش كيبغيهم غير الله اللي ضيعنا وخربنا الله يخربوا. ولكن الله سبحانه ما كيبغيش هذا الظلم وهذا الحقره وهذا التعدد، راه حنا هذا الشيء غينوض المشاكل في البلاد وغتنوض الصيبه في البلاد، راه الانسان هو بحقه عند الله، حنا بغينا نعيشوا سالمين ونمشيو سالمين، الا جينا وكلينا صورنا غير 10 دراهم ومشينا سالمين عندنا هذاك هو الربح، ما عندناش الربح باش نصوروا الفلوس ونوضوا الصداع ونوضوا المشاكل، الله يجعل ربي يقبض حقنا، ربي كنطلعي والله يقبض حقنا وهذه الدوله حنا نقلبهم علينا ويحسوا بينا. داك الشيء رقيق على يد حميم ما كندير لا الزبل لا والو. دابا غادي مع هاد الشيء هادي غادي يوديوها لي. هاد الرشوه اللي كيبينوا في التلفازه محاربه الرشوه، واش بصح ولا كيهيبوا علينا؟ حنا عاش الملك الله ينصر سيدنا، داير القانون هنايا مزيان في اشهار محاربه الرشوه، وفي البيرو كيقول لك جبنا الرشوه صحيحه. قال لك حنا راه مرارا تعرضنا للقمع والضرب والتعسفات من طرف ذاك الرجال المقاطعه ديال المخازنيه ديال الاكدال، راه حنا ما كنعانيو من القمع ديالهم، هضر الحقره القمه ديال الحقره، حنا ماشي ما انفصاليين ما زفزافيين، ما كنطالبوا بحقنا، علاش يقمعونا؟ ماشي مواطنين للبحر نخويو هذه البلاد، ما بقاش ما صالح الناس، الا ما صالح الناس نخويو ما عندنا ما نديرو بها، الا كنا نتقمعوا بلادنا نخويوها وحسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس، سموتو مع محمد السادس، هذاك هو مولانا، هذاك هو فينا الحبيب ديالنا، هو هذا راهم كيتعداو علينا والقمع، وهاد المريوده صاحبي عندهم التليفونات ديال الكراسيه، قالوا خويا احنا جايين، كل كروسه كتعطي 1000 درهم في الشهر 50000 فرنك، باش عرفوا شنو كاين. هذه الحقيقه. ملي كيطلعوا لعندهم كيقولوا ما نهودوا، ملي كيبغيو يهودوا كيعيطوا هما الكرارس، عندهم النمالي صحاب الكرارس، كل كروسه كتعطي 50000 فرنك. ملي حضر معاهم الرئيس ووقف معاهم لحد قال لك بالكرارس اخرين، قالوا كتعطيهم، نادوا ضربوه بالمينوطات الراس، وراه مشقين وراه في الطبيب. حنا سيدي معاه على قدم وساق، وما نستسلموش على حقنا. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا والشعب المغرب كامل.